السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. احوالكم طيبه ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفه جديده. الوصفه ديال اليوم سهله ماهله، هي لي كريب. هذا الفيديو نزولا عن طلب بعض الصديقات في الانستغرام وكذلك في اليوتيوب، لاني واحد 3 ايام هذه نزلت فيديو صغير في اليوتيوب وجاوني بزاف ديال الاسئله، بغاو المقادير والطريقه. انا كنشوفها سهله، يعني ماشي شي حاجه صعيبه. المهم ندوزو للمقادير. المقادير كيف ما العاده غادي نخليهم لكم في اسفل الفيديو في خانه الوصف. اول حاجه غنديروا الملح باش ما ننساوش. الملح كيف كنعرفوا انه مكون اساسي في جميع الوصفات، هو كيوحد المذاقات. غنضيف الدقيق، ثم غادي نضيف البيض. عندي هنا البيض متوسط الحجم، ثم سكر الفاني. ممكن تضيفوا اي نكهه كتفضلوا، وكذلك جوج معالق ديال السكر، معالق كبار. غادي نضيف الحليب. عندي كميه الحليب هنا 700 مليلتر ديال الحليب. غنضيفها دفعه واحده وغادي نخلط الكل جيدا. هنا بالنسبه للناس اللي كيتوفروا على الخلاط الكهربائي ممكن تستعملوه، غادي يوفي بالغرض احسن باش ما يبقاوش عندنا هذوك التكتلات ديال الدقيق في الخليط ديالنا. انا غادي نجيب الباتور، هو باش غادي نطرب الكل جيدا. كيف كتشوفوا الزبده المذابه خليتها حتى لاخر مرحله، عاد غادي نضيفها. نضيفها تدريجيا وانا كنخلط باش تندمج مع الخليط. ضروري تاكدوا من ان الخليط ما فيهش حتى شي كويره اولا تكتلات ديال الدقيق اللي قدر يدوزوا في الصفاية احسن. صافي، هنا جبت الكريبيير ديالي، غادي ندير مغرفة على هذا الشكل، سخنتها من قبل. صافي، وغادي نحاول نوزع الخليط باش يجيني على شكل دائري على هذا الشكل. انا الصراحه ما كنستعملش هذيك العصا، ما كتجيني صعيبه في الخدمه، كندير هذه الطريقه سهله. هي عندي وما كنستعملها الصراحه. صافي، غادي نستمر. بالنسبه لي كريب منين كنعرفو واش طابو من التحت كيبداو يتنفخوا، كيديروا ديك الفقاعات، وكذلك الجوانب ديالهم كيبداو يتحمروا وكيبداو يطلعوا بوحديتهم. صافي، هنا غادي نقلب الكريب ديالي ديما برفق. بالنسبه للناس اللي غادي يسولوني على هاد الكريبيير، انا خديتها من الانترنت من امازون، كانوا جابوها في جوبونس في الدي، جابو اختها، كانت دارت شي 19 اورو. صراحه زوينه، كتنفع دغيا دغيا، كتسربي ما كتوسخش. ما كتحرق ما والو. كنطيب فيها بعض المرات حتى المسمن ديال اولا التريد. صراحه زوينه، غير هي شويه ثقيله في هذا في الطياب ديالها. صافي، غادي نستمر على هذا النحو.
غادي نحيدو الكريب ديالنا. ودائما نسيت ما قلت لكمش قبل ما كان نديرو الخليط ديال الكريب كنديرو دائما واحد كندهنوا واحد الدهنه خفيفه ديال الزبده صافي وكنستمر تنكمل الكريب ديالي كاملين. هاد الكميه اللي درت ديال الدقيق تقريبا 200 غرام خرجت ليا كميه معقوله ديال الكريب صراحه في حجم كبير كيف كتشوفوا راه كبار ماشي صغار. ممكن تقسموا المقادير الى بغيتوا غير كميه قليله ولا كانت عندكم المقله صغيره. وهذه هي الاخيره كيف كتشوفوا المقادير اللي درنا عطاونا كميه وفيره تقريبا 12 حبه كبيره. غادي نخلي لكم اسفل الفيديو المقادير ديال نصف الكميه وكذلك ديال الكميه كلها اللي درت. ممكن ترافقوا لي كريب ديالكم باي حاجه كتفضلوها بالعسل الكونفيتور ولا النوتيلا وترشوا عليهم كذلك شي شويه ديال اللوز. كيبقى لكم حريه الاختيار. كيف قلت لكم غادي نخلي لكم لو ليان ديال فين خديت الكريبيير اسفل الفيديو. وبهذا كيسالي الفيديو ديالنا. كنتمنى تعجبكم الوصفه وتجربوها وتخليوا لي لايك الا عجبتكم لا فيديو. ما تبخلوش عليا بتعليقكم وارائكم اللي كتهمني وكتشجعني دائما. خليت لكم الراحه ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. بسلامه.